معنا من القاهرة المتخصص في الإعلام الرقمي خالد البرماوي. صباح الخير سيد خالد، وأهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية هذا الصباح. يعني جاء من ينافس الشركة العملاقة شركة جوجل، كل منصات التواصل الاجتماعي عندها منافسين كبار، ولكن جوجل وكأنها كانت متربعة على عرش من الصعب إزاحته. هل فعلا هناك خطر حقيقي اليوم من الأوبن أي آي، من تشات جي بي تي على شركة جوجل؟ صباح الخير. يعني ما نقدرش نقول ان في خطر قريب على جوجل، لكن هو احنا بنتكلم على يعني بطبيعه الحال هي الشركه التي تسيطر على اكثر من 75 ل77% من عمليات البحث في العالم. الاجيال الجديده من الشباب جيل زد وجيل الفا يعني استخداماتهم لمحركات البحث لجوجل اقل من الاجيال الاخرى. تيك توك بيتم استخدامه على السيرش. لكن فيما يتعلق بمبادره او بمشروع اوبن اي، في ظني ان جزء كبير جدا من الاشكاليه هي فهم طبيعه اوبن اي نفسها. اوبن اي هي مبادره اتعملت سنه 2015، ايلون ماسك وسام التمان ومجموعه من الباحثين ورواد الاعمال، بهدف ان هم يطوعوا خدمات الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، وما كانش هدف للربح. تطور الموضوع في 2019 أو 18 على ما أتذكر لشركة هدفة للربح بس بليمت معين، وبدأوا يطلعوا بمجموعة من المنتجات، منها دال إي وهو نموذج باستخدام الذكاء الاصطناعي بيقدر يبتكر صور من زيرو، وقايم على فكرة استخدام اللغة الطبيعية، وهي دي النقطة الفارقة في عمليات البحث. طول عمرنا في عمليات البحث بنستخدم عمليات البحث العكسي، يعني انت عايزه تدوري على مثلا موعد برنامج على سكاي نيوز، فبتكتبي نفس الكلام باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، وجوجل المفروض بياخد الكلام دي بيحوله الى اكواد، ثم بالتالي الى مجموعه من البيانات كان معمول لها اندكسنج مسبقا عبر عشرات او يمكن الاف المواد المتصله، ثم يعرضها عليك. فهو بيستخدم هنا لغه برمجيه اللي هي 01، لكن اللغة الطبيعية بتاعتنا اللي احنا بنتكلم بيها ما بيقدرش الكمبيوتر يقدر يتعرف عليها. السيمانتك ويب او الانترنت الدلالي اللي بدأته جوجل من سنوات طويلة المفترض بيسد الفجوة دي، وبيقدر يتعرف على اللغات الطبيعية ويستجيب ليها. يعني ممكن نتكلم على الشات هاي سمعاني؟ تماما. يعني نحن هذا السؤال الذي طرحته عليك كنا طرحناه على جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي، رح نتابع نتيجة هذا السؤال على منصة تويتر تحديدا. هل تتفوق أداة تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي على محرك جوجل للبحث؟ والنتيجة كانت على الشكل التالي: صوت أكثر من 55% بنعم، في حين يرى نحو 44% من المصوتين أنه جوجل منصة بحث لن تتأثر بتقنيات شات جي بي تي. التأثر أكيد موجود يعني، وهذا ما تعكسه النتائج، ولكن هل تزيح عن عرش هذا كما قلت سيد خالد؟ يعني سؤال معقد ويعني بده الكثير ربما من التحليل والبحث. فيما يتعلق بالأوبن أي آي، يعني شركة جوجل لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه المنافسة، كانت قد استحوذت على ديب مايند وتعمل على الذكاء الاصطناعي، ما الذي أخرها عن ذلك؟ ما هي التحديات التي لم تسمح لجوجل أن تطرح مثل هذه الأداة، على الرغم من أنه هي ربما أكبر محرك بحث ولديها كل التمويل والأدوات التي تحتاج إليها من أجل ذلك؟ يعني أنا في اعتقادي أن جزء كبير من التحديات قصاد جوجل هي التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه، في ظل أمور كتيرة متعلقة بالخصوصية، ضغط الاتحاد الأوروبي، ضغط منظمات المجتمع المدني، فده طبعا بيحد من حرية وسرعة التحرك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وده أمر في حد ذاته ليس سيء. جزء تاني متعلق بجوجل نفسها، المنافسة هي مش مدفوعة بالمنافسة، هي تشعر مش عايز اقول بحاله استرخاء زي اللي كانت عند نوكيا وعند شركات كتيره جدا قعدت فترات كبيره جدا هي مسيطره على السوق، لكن واقع الامر هي فعلا تتحكم في اكثر من ثلثي عمليات البحث في العالم، لكن هذا لا يعني انها ما عندهاش ادوات مشابهه ومتقدمه، ومش عايز اقول اكثر تقدما لبعض المنتجات اللي بتقدمها جوجل
تعتمد على الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر تقدما، وزي ما قلت حضرتك السيمانتك ويب أو الإنترنت الدلالي أو البحث الدلالي بيستخدم الكلمات الطبيعية. في اعتقادي جوجل قطعت فيه شوط كبير، أوبن آي وشات جي تي بي ما أعتقدش أنه يمثل منافسة على الأقل سنتين ثلاثة من الآن. أولا هو ما بيستخدمش الإنترنت المفتوح في بياناته، وهتظل إجاباته في نطاق محدود، هتكون إجابات ذكية، إجابات مباشرة في أنماط من عمليات البحث ممكن تكون مفيدة، لكن مش بشكل مطلق نقدر نقول تماما، يعني مع كل ما يحمله في ذلك ربما من تداعيات إذا فينا نقول سلبية فيما يتعلق بالمضمون وما يمكن أن يحمله من دلالات وتوجهات معينة. إلى أي مدى هذا الخطر اليوم موجود وضرورة توخي الحذر منه من الذكاء الاصطناعي تحديدا؟ وهل يمكن أن نقول أنه عام 2023 سيكون عام الأوبن أي آي، التركيز ربما على هذه الناحية بعدما كانت السنوات الماضية قد شهدت ركودا قليلا في هذا المجال مقارنة بالتطور الذي لحق منصات أخرى؟ يعني واقع الأمر 2023 هي سنة تتأرجح ما بين فكرة الركود والانكماش. هل الذكاء الاصطناعي في المطلق يستطيع أن يقود عمليات النمو القادمة؟ بطبيعة الحال جزء كبير جدا من منظومة الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أعتقد هي الدافع للنمو الاقتصادي، لكن ده مش هيحصل قبل سنتين. لكن في نفس الوقت في أفكار جديدة ومنتجات جديدة ممكن نبدأ نشوفها. أوبن آي أطلقت زي ما قلت دال إي قبل عامين، وفي أكتر من 3 مليون مستخدم بيستخدموه. تحول النموذج بتاعها من نموذج غير هدف للربح لنموذج هدف للربح بس بشكل محدد. إيلون ماسك كان على فكرة من المؤسسين زي ما قلت، وكان بس هو تنحى لاحقا يعني لتعارض ما بين التكنولوجي اللي بتستخدم في تسلا والتكنولوجي اللي ممكن تستخدم في أوبن آي. أنا مش عايز بس أسرع أو أحسس الناس إن إحنا بصدد تغيير ثوري قادم على يد أوبن آي. هي محرك دافع قوي جدا في السوق، إحنا بنتكلم على مؤسسة مش بسيطة، بنتكلم على كتير من الباحثين بدأوا ينجذبوا لأوبن آي، لكن لسه الوقت مبكر جدا ان احنا نقول انها منافس لجوجل او تقترب حتى من المنافسة لخدمات فعلا جوجل. ربما عملاق قيد الصناعة اليوم او عم بيتم التحضير له ليصير شركة كبيرة، بس هذا الامر كما تفضلت يحتاج لسنوات طويلة، وبانتظار نرى ما سيحصل على منصات اخرى وايضا شركات كبيرة تركز على الذكاء الاصطناعي. بإطار أخبار التكنولوجيا سنتحدث أيضا عن الانقطاع الذي قرأنا عنه قبل قليل بموقع تويتر. هو انقطاع كبير مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسة حتى. وأفاد موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين بأن أكثر من 10,000 مستخدم في الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان ومثلهم في بريطانيا وبلدان أخرى تأثروا بذلك تحديدا بالانقطاع خلال ذروته. نعود إليك سيد خالد، يعني كيف تقرأ هذا الانقطاع؟ ليس هناك الكثير من الأخبار عنه، هل ربما هناك تطوير معين تعمل عليه المنصة مما أدى إلى ذلك؟ ما رأيك؟ حتى الآن ما فيش بيان من تويتر يوضح الأمر. العطل تم الشعور به قبل 4 أو 5 ساعات من دلوقتي، وحتى لما بعض المستخدمين حاولوا يتواصلوا مع تويتر وهو يعني من المتفاعلين على حسابه كان رده غريب جدا. لما كان حد بيسأله على أن هناك عطل على تويتر قال له أنه يعمل معي، ثم قبل يمكن 30 أو 40 دقيقة غرد قائلا أن هناك تطور كبير جدا في الباك إند في المنظومة أو السيستم اللي بيعمل به تويتر، السيستم الخلفي الذي يعمل به تويتر، وهو أصبح سريع أكثر من المتوقع. فربما يكون هذا أمر متعلق بعمليات تطوير، لكن لم يتم توضيح الأمر، وده في حد ذاته أمر الصراحة يعني غريب. إن كل الأخبار
أي بيان المتعلقة بتويتر خلال الفترة الأخيرة، يعني لو كانت بسيطة حتى مثل هذا الانقطاع بيكون في اهتمام كبير فيه على خلفية الرئيس التنفيذي أكيد. شكرا على كل حال على كل هذه المعلومات القيمة من القاهرة المتخصص في الإعلام الرقمي خالد البرماوي، بنتمنى لك كمان عام سعيد سيد خالد، شكرا لك.